خبرين مهمين جدا. البنك التجاري الدولي السي اي بي يخفض الفائده على الشهادات 2%، وتغطيه دين القلعه في المرحله الثانيه والاخيره 8 امثال. هذان الخبران يرفعان مؤشرات البورصه المصريه في جلسه الخميس، ومن المؤكد انها سترتفع بعد اجازه طويله لعيد الاضحى. يلا بينا على الفيديو دوت. قبل ما نكمل الفيديو دوت، عاوزك تشترك في القناه عشان يوصلك كل ما هو جد ومهم في مجال البورصه والبرمجيات والمنح الدراسيه والوظائف. يلا بينا. ده الخبر الاولاني، ان البنك التجاري الدولي يخفض 2% على الشهادات الثلاثيه اللي هي مدتها 3 سنين. كل الشهادات نزلت 2%، وده بدايه نزول الفايده في البنوك الرئيسيه او الحكوميه زي بنك مصر وبنك الاهلي، وده سبب ان تراجع التضخم في مايو 2024. وادي الخبر وتقدر تقراه وتتاكد منه تماما. ده الخبر الاولاني. الخبر الثاني، ان القلعه نجحت نجاح ساحق انها تتلقى 1.7 مليار جنيه خلال المرحله الثانيه من طلبات المشاركه في شراء الدين، والمبلغ ده يمثل 8 امثال المبلغ المطلوب لتغطيه المرحله الثانيه من الدين. اهو 808% زي ما انتم شايفين، تمام كده؟ يعني 8 امثال. وده من المؤكد ان هو هيؤدي الى نجاح الاكتتاب المزعم خلال السنه ديت. وطبعا نجاح الاكتتاب بيبين نجاح الشركه، والشركه بقى عندها زيرو ديون بالاضافه الى الارباح اللي هي تبلغ حوالي 22 مليار جنيه خلال 2022 و2023 و2024. اكيد هتحقق ارباح طائله. فهنا دلوقتي هيبقى في عندك زياده راس مال، وهيكون عندك ارباح حوالي 30 مليار جنيه خلال ال3 سنوات الاخيره، وكمان انت عندك زيرو ديون. طبعا العوامل دي تدفع مؤشرات البورصه المصريه للانطلاق، بالاضافه ان اجازه العيد الطويله في ناس كتيره جدا باعت خلال اسبوع قبل الاضحى عشان تستعد للعيد، وطبعا مش هيصرفوا كل الفلوس طبعا اللي باعوا بيها، وفي فلوس اساسا في محافظهم فهيدخلوا بيها، غير كمان السيوله اللي هتيجي خلال الاسبوع دوت والاعمال اللي هي بتتراكم في خلال الاسبوع دوت. تخلي بالك انك انت كمستهلك وبتشتري مستلزمات العيد وكده، في جانب وبتطلع تعمل سياحه وتعمل شوبينج وبتقضي وقت ظريف وبتستلى وبتسعد انت واسرتك، انت بتشتري خدمات، فالبايع الخدمات دوت بيبقى عنده سيوله، فالسيوله دي هيحطها فين؟ بيستثمر في اسهمه او بيشتري اسهم بتكون مغريه للشراء. وطبعا احنا عارفين كلنا كمستثمرين ان كل الاسهم دلوقتي مغريه للشراء بسبب تدني الاسعار فيها، وده مش بس للمصريين، لكمان للاجانب والعرب وللمؤسسات المصريه والمؤسسات الاجنبيه والعربيه. اتمنى انك تكون استفدت من الفيديو دوت. عاوزك تعمل لايك وتشارك الفيديو مع اخرين وتشترك في القناه عشان ايه يوصلك كل ما هو مهم ومفيد. يلا بينا.